أنا طالبة إيدك على سنة الله ورسوله. ولا عبلان. يا الموت عند أهلي يا بيت بروا مني. قرار لكين؟ قرار إنه أخذت بدي أخذ محمد وبس. هني بدون يجوزوكي؟ ابن عمي. وأنت بدك؟ محمد. بدك محمد. من بعد ما أجي محمد حبسوني بالبيت وما أشتغلوا وخلوني أطلع. حبسوكي؟ حبسوني بالبيت إيه. قفلوا لي ممنوع تطلعي ممنوع تفوتي. صرت بعيط لرفيقتي وهي بتتواصل معه من خلالي أنا. قلت لها بدي شيء بدك تروحي لعند محمد وتقولي له ندى بتحبك وندى ما بتتركك إذا تركت الدنيا كلها ما بتتركك. هو شو افتكر بهالوقت؟ أنت غايبة شو قال؟ هو قال لك طلعت مع ابن عمه أو رحت مع شي حدا. أنا قلت لها لا أنا محبوسة بالبيت أهلي حبسيني ما بدوني أنا أطلع شوف محمد. وأخذ القرار وجيت لهون. بدي أطلب محمد على الهوا. كيف ممكن يتصرفوا أهلك؟ يعني يلموا يلموا يقتلوني يا يتبروا مني. طيب هن ليش هن شو السبب الرئيسي للأهل أن هن معارضين؟ ليش معارضين؟ شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي أنت بتلاقي ابن عمك أحسن لك وابن عمك إذا ما ابن عمك الواحد تاني. قلت له لا أنا محمد خلص. استقبلي معي محمد. مساء الخير. أهلاً. أهلاً يا محمد. كيفا؟ أنا منيح، أنت كيف؟ الحمد لله. بس مش متوقع هالشي أنا. محمد. كثير أنا انصدمت. ليش انصدمت؟ تقدمت لكثير البنات. إيه. كثير رفضت. شو ممكن تعمل هي اليوم؟ ما بعرف. أنا طالبة إيدك على سنة الله ورسوله. ولا عبلان. ولا عبلان. ايوه خاف ما بدك تسمي ليه؟ وعديها من العالم. ايه رح نتحدى كل العالم، كل المجتمع رح نتحديها. ابد. ايه يعني بدي اقطع روميو وجولييت. عنتر وعبلة. أنت مستوعب الخطوة اللي عملتها اليوم؟ خطوة كتير حلوة. تداعيات هالخطوة؟ ما عندي مشكلة. أنا أهلها. أنا أهلها. أنا بحميها. يعني أهلها بيرفضوها أنا بحطها بقلبي. وخليهم بيعودوا جوا. أنا بصير أهلها. أنا بوقف في حدها. أنا بحميها. يعني هو عمري، هو قلبي، هو كل دنيتي. هو أهلي، وهو أخوتي، وهو بي، وكل دنيتي. مهددينك بالقتل، بيتبروا منك عادي. ما بهم. ابن عمك موعود فيك. ما اكرم. خلص انا اخترت طريقي والله يسر له.